السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم بفضل الله تم تجهيز مجموعة من القطع اللي هسه راح اشرح لكم اياها قطعة قطعة. نجي اول مرة على هذه منظومة الحرارة المتكاملة. طبعا انا شارحها سابقا، راح اشرحها بشكل سريع. منظومة تتكون من مروحة مثل ما تشوفون، 7 ريشة باور باين اصلية، هيتر سيليكون 80 واط، قاعدة كاملة. شوفوا لي شباب، قاعدة كاملة مباشرة تنثبت على هاي البراغي، مباشراتها كاملة. هاي على اكثر ممكن استخدامها بالفقاسات الفلين. طبعا الهيتر مثل ما قلت لكم 80 واط. الاليه مال العمل مال هذه القاعده شنو بيها مميز؟ الاليه هذه المروحه ما تدفع الهواء مباشره على البياض، فراح يسبب لك تيبس للقشره وبعض المشاكل. اليه العمل انه هاي تشتغل سحب، هاي المروحه تسحب الهواء من داخل الفلينه، يعني الطبق يكون مقابلها، فالهواء ينسحب يدخل يندفع على الهيتر اللي هو متوزع من كل الاتجاهات دائما مدار المروحة، بحيث يكون أعلى نسبة توزيع حرارة موجودة خلال استخدام هاي القاعدة. بعدها الهواء مرة ما ياخذ حرارة من الهيترات راح يندفع بشكل دائري من فوق ومن جوه، وراح ياخذ فرة داخل الفلينة ويرجع على السحب من الوسط، وهكذا الدورة مستمرة من فوق ومن جوه. هاي الآلية شنو راح تسوي لك؟ شنو الفائدة من هذه الآلية مال حركة الهواء؟ انه انت ما عندك هواء مباشر على البيض، الهواء اللي دا يجي للبيض جاي من فوق ومن جوه بهالطريقة الدائرية، ويرجع على السحب يدخل داخل المروحة والهيتر. اضافة الى انه قطع اصلية درجة اولى، انه الهيتر سيليكون اصلي، مو هذا الجلوبال 500، هاي قاعدة منظومة حرارة كاملة، انت تعطيك اعلى كفاءة ممكن الاستفادة منها بصناعة الفقاسات الفلين او صناعة فقاسات مقاربة نظام جيموكا. ومثل ما قلت لكم قطع اصلية عمرها طويل ان شاء الله. ويا هذه طبعا الطلبية اللي عندنا، ويا هاي القاعدة منظومة رطوبة طبيعية كاملة، اللي هي شنو بيها؟ عندي حافظة خارجية مثل ما تشوفون، صوندة والقفايص والزبانة، هاي تكون فوق الفقاسة. القطعة الداخلية تكون بداخل الفقاسة هي هذه. طبعا الصوندة تتوصل من هاي الزبانة اللي هنا، تربط بالطوافة، تنترس مي. هذه ما تحتاجها غير ايام التفقيس، عندما تريد ترفع الرطوبة لل 60-65 بالطبيعي هذا كلش كافي. من تريد ترفع الرطوبة هاي تكون داخل الحوض، هاي بداخل الفقاسة، منظومة رطوبة طبيعية كاملة. هاي تجي قطعتين. بالنسبة لمنظومة الحرارة هاي شرحت لكم اياها، هذه المنظومة مال الحرارة نفس هذه، بس الفرق انه حجمها اكبر مثل ما واضح قدامكم بالصورة. هاي 80 واط، هذه ممكن نستعملها فقاسات الفلين او فقاسة الالمنيوم صغيرة. هذه 120 واط، نفس الآلية شباب، مروحة 12 سنتيم بول بيرن اصلي، الهيتر مالتها حجمه كبير، حجمه 120 واط. هذه مال فقاسة اكبر، ممكن نستعملها فقاسات الالمنيوم. ويا هذه الطلبية مال هذه القاعدة عندي منظومة رطوبة فواحة. بالنسبة للقطعة الخارجية مال منظومة الرطوبة هي نفس القطعة ذيكي، عندي صوندة وقفيص وزبانة، هذه كاملة. هذه القطعة اللي تكون داخل الفقاسة شباب مثل ما تشوفون، عندك طوافة، عندك فواحة، القبغ مالتها مثقب. طبعا سابقا جاني سؤال يقول ليش تخلي الغطاء مال الفواحة؟ شباب الغطاء مال الفواحة لان انت اذا ما تخلي الغطاء راح يرمي، ممكن انه يكون يرش وطفافير راح تصير عندك بكل مكان. هاي الآلية شنو الفائدة شباب؟ انت عندك غطاء وعندك هاي الثقوب اللي مسويها، بس مجرد البخار يطلع، اذا طلع فشي مي كلش قليل ما له تاثير، راح ينجمع بالغطاء ويرد يرجع، فطبيعي. طبعا المحوله كامله، فمنظومه رطوبه موتها كامله مثل ما تشوفون. هاي تستخدم الفقاسات الفول اوتوماتيك، منظومه رطوبه منظومه حراره مال فقاسه فول اوتوماتيك. وهنا عندنا منظومه رطوبه طبيعيه، هاي منظومه حراره 80 واط، هذه منظومه رطوبه 120 واط. كل هذه واكثر، كل القطع اللي تحتاجوها من قلابات من تجهيزات كل شيء تحتاجوه متوفر يم المزارع السعيد. اي سؤال او استفسار تقدرون تتركوا لي اياه بالتعليقات او تراسلوني على رقم الواتساب. بالنهايه شباب لا تنسون اخوتكم الفلسطينيين، من الدعاء ندعو لهم بالصبر والثبات والانتصار ان شاء الله على الهجمه الصهيونيه حقيقه الارهابيه، ارهاب بكل معنى الكلمه. شكرا للمتابعه وإلى اللقاء.